شوف انا عاقل على الكلب بس يلا سريج. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اخوتي غادي يكون مختلف ديال بصح. علاش؟ حيت غنبارطاج معكم واحد الحاجه اخوتي اللي من شحال هذه وانا باغي نتلاقى معها انا اخوتي، وتا نتوما ملي غادي تشوفوني معها غادي تفرحوا بزاف انا متاكد اخوتي. واحد الحاجه اللي انا فان ديالها من صغري اخوتي وانا كنتفرج فيه، واليوم كتاب انني نمشي نتلاقى معاه وغادي نبارطاجي معكم الكلب ديالها اخوتي، وغادي نعيشوا واحد النهار واعر معاه. داكشي علاش اخوتي الناس اللي عرفوه يكتبوا لي في الكومونتير مع من غادي نتلاقى. انا راه حابس الطريق اخوتي. المهم كنبغيكم ديال بصح اخوتي تفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت فريمون غادي يعجبكم وشي حاجه اللي غادي نبارطاجيها معكم من القلب. واحد الحاجه اللي نسيت اخوتي هو هذا الفيديو هذا خصكم توصلوه اكثر من 30000 لايك. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي بادر هو اللي غادي ازمالو اخوتي فيه سويسرا مسكين وغادي معايا وفيقتو بالزز. دابا راه الصباح واحد الشمس اخوتي هنا في تركيا، راه اللحظات الاخيره عندنا هنا في تركيا نقطعوا الشنطه الحاج باساج بيطو. المهم اخوتي دابا غادي نشدو مترو باش نمشيو للبلاصه اللي فيها الشخص اللي غادي نتلاقاو معاه. ودابا يلاه نزلنا من المترو اخوتي، وباش ما نتعطلش على داك الشخص اللي انا دابا غادي عنده اخوتي، قلنا انا وبادر اجيو ناخذو طاكسي. ركبنا في الطاكسي كيسحب راسي يلاه حنا جينا لتركيا، قال لينا 200 ليره اخوتي، والمترو بشحال؟ ب 7 ليره، ثلاثه ديال لي ستاسيون في 10 دقائق، يعني دغيا دغيا. وهو قال لك لا الزحامو هادي، حيت شوف انفو تركب مع مول الطاكسي وما عارفش البلاصه اللي غادي ليها، وريتيه لوكاليزاسيون غايقول لك غيبدا يتجاحد معاك، يقول لك مثلا ديك ب 60 ليره 70 ليره 80 ليره. انت ديما لوكاليزاسيون ديرها في يديك، قول ليه كونتور وخليه هو يمشي، ما توريش لوكاليزاسيون نتايا. المهم ما عليناش اخوتي، حنا راه ما جيناش ب 200 ليره، جينا ب 7 ليره في المترو اخوتي اللي هي تقريبا واحد 4 دراهم وربعة ديال لي ستاسيون. حنا دابا وصلنا لواحد البلاصه اللي سميتها ليفنت اخوتي، كاينه في تركيا. الناس اللي كيجيو جاو لتركيا ديجا راه غادي يعرفوها هنايا. كيف ما كتشوفوا الحاج راه هو مكسيري والحاج خوتي غتحسبوا على ثلاثة، واحد زوج ثلاثة، وغتشوفوا المفاجأة. أخيرا لا خويا هو الكلام جاهز شخصيا أنا خويا. أهلا مرحبا خويا فيصل، مرحبا بك أحبيبي، جاتكم بخير، مرحبا بكم كاملين. وحق الله العلي العظيم إلى أنا فان ديالو كي قلت لكم من الصغر، أنا صغير وأنا نتفرج فيصل. كبرت قلت عقلك دابا فهمتي كبرت راه دابا شي 4 سنين جو ليام دارت. وانا جيت عند خويا فيصل، وخويا فيصل عنده كلب سميتو ليا كيف ما قلت لي عنده عامين. ودابا غادي نمشي وغندوز واحد النهار مع لي ناضي ديال بصح. وخويا فيصل اخوتي باش تعرفوا واحد الحاجه، عنده واحد الحاجه اللي مهمه وما بقاش ليه بزاف، وغيعطينا الوقت دابا باش نمشيو نصوروا ان شاء الله. خوتي شوفوا ليا حنا تلاقينا مع داوي. شوف اخوتي الدراسه ما كياكلش من الارض. جود بوي جود بوي ما ياكلش لك من الارض اخوتي. انت كيعطيها لي. يلا زيد اخوتي، يلا زيد، يلا يلا هبط زيد هبط هبط زيد. جود بوي جود بوي. ارسل ارسل اجي. شوف الفرحه اخوتي ديال انه غادي يخرج من يمكن. سيت جود بوي ستي. زيد شويه ستي. هادي ميت ساكر بعدا مدريسين شوي. لا مازال سيت سيت بايا. فرحان دابا غيخرج فرحان. الفرحة ديالو واش مازال سمع السمكة هو؟ شو غتحطو في لاسانسير؟ عرفتي فاش كنقول ندخلو لاسانسير؟ اش كيدير؟ كندخلو بزز وفاش عرفتيني كنوصل ثم نخرجو بالزرة. اش كنديرو اش كنديرو؟ ها؟ اش كنديرو اش كنديرو فاش ندخلو اش كنديرو؟ جود بوي الاداب جود بوي ستي ستي. ماما هو الاسانسور جاي كيتسنى جاو تعلمتو ما يدخلش الاسانسور حتى نقول لها حتى تقول لها حتى يقدر يكون بنادم ولا شي حاجه يدخل يخلع شي واحد ولا شي حاجه. سي اخوتي اي حاجه تقدر تعلمها لك شوف على الاسانسور دخل تسمع دخل عرفنا لاسانسير خاوي دابا سيت غيد بوي خوتي. انا راه الكلب عندي ما تيهزش رجليه حيت كيبغي يدير والله ما كيهزش نيسان كي على رجليه. واحد الكلب عندي ما فهمتش كيفاش مربي وحق الله العلي العظيم. شوف اخوتي فيصل قال لك هاد الشجره هذا راه كبرها بليا. شوف اخويا
غنمشيو دابا خوتي لواحد البارك نلعبو مع ليون نشوفو الدريساج ديالو شويه غنمشيو نشوفو ليه ويلي 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 والله والله الا كلب كتحس بينو النوز ماشي كليب زوين شكون كان صغير ديرو شي باليزه تبقى تصعبر معاك ديما قصه من الله كنقول يا رب ما بغيتوش يكبر هكا هادي كنكبر باش كان صغير هادي كتبغي تصرف قوم شو كيف يسمى الشخص؟ يا هاد الخوة خوتي غنموت لا غنموت أحد إليك شو 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 والله أخوتي إلى كلب مؤدب والله إلى دب تبارك الله تبارك الله أخوتي تبارك الله إذا شي حاجة يقول تبارك الله شوية شوية أنشوفوا أنشوفوا دابا واحد الحاجة سير ديال بصح سير كبر عليه ونشوفوا شنو الرياكشن ديالو زعما هذيك اللعيبه شريناه زعما حنا شريناه والو شوف 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 شو حنا زعما شريناه يلا يلا نمشي في الاول ما بغاش باقي كيقلب باقي كيقلب عليه كيقلب ما بغاش ما بغاش يزيد معايا اخوتي ولكن راه كيسطيني بالمشي اخوتي راه واحد المشي عنده ما يمكن الله يمين كيقلب انت يا اخويا اش كيدير اخوتي باغي يمشي هذا المولد سبحان الله العظيم اخوتي شتي الكلاب راه قمة الوفاء اخوتي قسما بالله شو 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 كيف كيف شو اخوتي واحد الحاجه انا عاقل على الكلب فاش يلاه شريتي والله الا عاقل فاش يلاه شريتي وهذيك الزرده اللي كنتي كتدي واش هذيك الزرده اللي غنمشيو لها دابا واش هي اللي كنتي كتدي فاش كان صغير فاش كان صغير وكتلعب انت صغير وفي خضر واحد اللعيبه فاش يلاه شريته راه ما بارطاجيتو شتا داز تقريبا حتى ولات عندو تقريبا شي 4 شهور 4 شهور عاد بارطاجيتو عاد فاش بدات ملي انا خديت كلب فاش خلو خديتو كان صغير وبغيتش بارطاجيتو شحال كان عنده كاع تقريبا شهر خديتو كان عنده شي شهر ونص تقريبا لا كامل الشهرين المهم كامل الشهرين صراحه في ليا زوين علاش اختاريتي هذا النوع انا كنت باغي نشري هاسكي كنت كنقلب غادي نشري هاسكي صافي انا عزيز عليا هاسكي اصلا من النهار كنت كنفكر نشري كلب كان هاسكي انا هو الفان ديال هاسكي فهمتي فاش كنقلب عليه خونا اللي كان غنشري عنده الهاسكي هو اللي بارطاجي معايا هاد الهاسا هادي قال لي هادي واحد الهاسا نادره شويه وكذا وزوينه وكذا وعجبني حيت بيضه هادو وفاش كيكبروا كيوليو فاش كيكبروا كيوليو كبر من هكا كيوليو كبار ديال بصح فاش قلبت عليه وداك الشيء شفت الموطايط ديالو كي دايره وداك الشيء عجبني قلت صافي زيد نشري هذا وراه فراسك راه نادر هاد الكلب دابا كنطلقوه هناك صافي دابا طلقوا عيد ليه اجي اجي خاصو يحط اللعيبه ديالو اول حاجه بعدا الكلب الا بغيتي تبدا معاه الدريساج واحد المعلومه خوتي ديما الكلب خليه ديطوندا مزيان يلعب مزيان عاد تبدا معاه الدريساج باش ملي تبدا معاه الدريساج ما يبقاش هو يلاه باغي يشم يلاه باغي يعلم يلاه باغي يدير لي بيزوان خويا فيصل هاد الدجاج مالو هذا انا ما بغيتش عيط ليه الله يحفظك انا بغيت تعيط ليه هاجي ليون ليون زيد زيد مشى في هاد الدجاج اخوتي مشى في هاد الدجاج مشى في هاد الدجاج مشى بوش اللي كان الدجاج تا هو مريقل مالو هادي هي الزرده اخوتي اللي كان كيجي لها فيصل وكيلعب مع ليون هنايا شو 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 كيف فرحان تا هو على ليون اكتف الدجاج غيرها الدجاج غيرها راه اخوتي شو الدجاج من يقطع علق الله يتعلق بالله الله يمكن الله يلقطع الشانطي هاد الزرده هادي كان فيها الغازو ياك اخويا فيصل خضر كان الغازو خضر مقاد شو كيولع هنا الغازو الصاد شو واحد تا هو كيلعب تبارك الله عليك قلت لك الصاد ولا كيفاش انت صراحه اخوتي واحد الحاجه واو واو شو 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 الله يمينك الفرحه ديال الكلب دابا خرج اخوتي راه ما يمكنش واحد المعلومه اخوتي تركيا هاد الايامات راه ماشي الصاد راه الصاد شحال من درجه شي 120 ولا 30 120 ماشي ديال المغرب 28 ديال هنا هي 43 ديال المغرب وحق الله راه 28 ديال هنا راه اقول هنا الشمس قريبه للارض ماشي بحال المغرب بعيده على الارض ما يمكنش
صراحه اخوتي لاحظت واحد الحاجه ليون عنده واحد الكاركتر زوين ومفاهم هو فيصل بواحد الطريقه زوينه والله. في واحد لينا جميل ما كنتش صاحبي انا كيعييني يا صاحبي. ولكن عرفتي علاش دابا الكلب راه هذا هو الحاجه الوحيده اللي كيرتاح فيها وكيخرج فيها ديال الانرجي ديال النهار كامل. انا كان ايام صاحبي كان ايام نجري معاه والله تيسخفك بالله. دابا اخوتي باش تعرفوا تركيا راه كيكون فيها الثلج، فاش كيكون الثلج عاوتاني هضره فرا عزيز عليه الثلج هو انا ميمكنش اصاحبي كاع فاش كيكون الثلج ما كنقدرش مثلا نخرجوا ولا شي حاجه كنخرجوا غير البالكون كيكون تما عابر بالثلج كيبقى يتمرغ كيبقى يلعب ويلعب بالثلج ويعض فيه عرفتي كيتبرد ديال بصح اما دابا واحد الجو راك عارف ما مزيانش فيهم هما هما ما عزيزش هما نورمالمون ما خصهمش الصعد بزاف كاع بالخصوص هذا وتا الهاسكي اخوتي الناس اللي كربيو الهاسكي اخوتي حاولوا الماكسيموم تبردوه نهار كامل في الصيف طلق ليه الماء دير ليه شي بانيو فيه الماء بارد حيت اخوتي راه ما كيستحملش الصهد ما كيستحملوش نهائيا هو راه تيبغي ناقص 20 هو راه يموت عليك على ناقص 20 وتا هذا الكلب هذا اخوتي تا هذا لاراس هذه واحد الحاجه نسولو خويا فيصل الكلب فاش شريتيه شنو الصعوبات اللي لقيتي؟ هذا راه سوقات بزاف عرفتي كثر من الهاسكي بزاف كاع انا عندي 20 زعما مربيين هاسكي راه هذا كيدير شي مشاكل اصاحبي راه ميمكنش راه ماشي عرفتي حرايمي واحد الدرجه ميمكنش اصاحبي كيدير شي قوالب غير اليوم في الصباح فاش فقت مشيت خرجت هكا ولقيتو جالس في الدار ديالو داخل الدار ديالو فسميتو في البالكون هذا ما ولفش ليه كيدير الدار ما كيحملهاش كاع كاين عصاف الارض مع الارض بارده مع بالي داخل هكا لدارو عرفتو داير شي زبله الله يلا شنو درتي عاوتاني فهمتي وانا نمشي عنده لقيتو شاد واحد المخده صغيره شتتها كامل شتتها كامل وخرجت هكا الله واش شتت تما داخل ديال الدار خوت انا عاود كنقول ليه خرج كيدير فيا ما باغيش يخرج عارف راسو شد الشعيم والكلب يمشي للبلاصه اللي ما كيحملش عرفو دار زبله وانا واحد النهار راه حيد دوك المخاد ديال الفتيات صبنتهم هذاك الغشاء ديال برا واش خليت هذوك البرانيين ورهاف خليتهم ودوك اللي دخلانيش فيهم البونج بزاف مقرد جيت للدار عرفتي اش لقيت؟ ولقيت كل هالدار ولات بونج كلها ولات بونج ما يمكنش وشنو؟ وملي دخلت شنو دار؟ تكمش ودارها ولصق في الارض راه الكلاب اخوتي راه ما يمكنش راه عندهم شي كيديروا شي حوايج خاص يكون عندك الخاطر ديالو بصح صاحبي باش تربيتي ولا غير انه تخليه يبقى يسمع ليك شويه فهمتي؟ راه ما يمكنش هز لي سينيال ديالو شيتا سينيال باقيين جداد عرفتي هذا شداد هو يقرضهم وهذا واحد الدري عشيري عرفتي شدار لي قسما بالله في الدار كلا لي شي 500 دولار توتا كاش وباسبور ديالو مغربي باسبور مغربي كلا لي ليون اجي بعد ما كيهربش حاجه زوينه ما تيهربش مولف تتعيط ليه تيجي سيت ليون سيت جود بوي نلعب معانا شويه انا نصورك ليا هاي انا جايب لي باش يولي معايا انا ما مولفنيش انا شو جايب لي صافي دابا هو يتبعني لا تياكل هادي بلاتي خصو ياكل هادي بس ديك الساعه نلعبوا معاه بهادي هادي ما نعطيوها ليه تنسحفوه هاي ليا زيد داو good boy down good boy انا خليك تم stay مازال عندي down stay yeah وي على سيتي ليون ضروري الكلب خصو واحد نص ساعه الماكسيموم حنا ما خليناش نص ساعه باش ديطوندا خصو ديطوندا مزيان يعرف هاد البلاصه مزيان يشمها مزيان يكتشفها مزيان وديك الساعه باش الكلب يقدر يولي معاك عاطيك الخاطر لك هاي لي داون سيت داون سيت سيت واحد الحاجه اخوتي راه ما تياكلش من الارض سيت داون داون هاي ياك ماكل هاي
ما غاديش يهز ما يتسوقش لها كاع. راه حاجه راه زوينه راه كلب تكي بزاف 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 وعجبني. شوف اش غنهزها وغنعطيها ليه. لا ويلي ويلي يا وحده سي يلا سي 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 صراحه كليب زوين اخويا فيصل والله الا كليب زوين الله يخلي لك اخويا والله امين ربي يخليك. المهم اخوتي هادشي اللي غادي يكون في هذا الفيديو هذا بارطاجيت معكم الكليب ديال خويا فيصل فلوق. وكي قلت لكم اخوتي فيصل فلوق واحد السيد اللي كنت كنتفرج فيه انا من شحال هادي والحمد لله دابا تلاقيت معاه وشكرا ليه بزاف اخوتي حيت داز معايا فلاشين ديالي شكرا لك بزاف والله اي وقيته مرحبا وتهلا في اليوم وشكرا بزاف المهم خوتي تهلاو في نتوما تهلاو فيه تبعوا داكشي كيدير زوين وماشي بزاف زعما باش عرفتو زعما لقيتو على دوما يقول تبارك الله. انا براسي فادني بزاف اللعيبات في الكلاب زعما كنسولتو بسنا شحال هادي شي سيمانه دابا تقريبا سولتو فادني بزاف اللعيبات دونك بارطاجيو زعما كيدير واحد الكونتنت اللي حنا محتاجين اللي قليل في المغرب فهمتي كاينين ناس كيديروه مي قليل ماشي ديك الدرجه عاوتاني. تبارك الله عليك والله يوفقك اخويا فيصل بزاف تهلاو في راسكم اخوتي ونشوفكم في فيديو جاي باي.